لو الحكاية فيها إن فيتو ومن اللحظة دي بدأ يجيب سودانيين عشان يشتغلوا في الجيش المصري وفي مزارع القطن. هم جم وجابوا معهم آلاتهم الموسيقية اللي كانوا بيستخدموها هناك وقعدوا هنا في مصر في أحياء كانوا بيتلموا فيها زي مثلا الإمام الشافعي وعين شمس وعرايشية العبيد في إسماعيلية وكرموز في إسكندرية. كانوا بيعملوا يعني إيه المجتمعات الصغيرة ليهم اللي كانوا بيمارسوا فيها الفنون بتاعتهم. من الآلات اللي جابوها معاهم طبعا آلة الطنبورة اللي هي دي، ودي بتستخدم في الزار السوداني يعني اللي هو العلاج هيلينج، يعني للناس اللي عندها مشاكل نفسية بتروح للسناجق اللي هو سنجق اللي هو عازف الآلة يسمى سنجق، وهو بيعمل عملية بقى استشفاء روحي وحاجات وكده. ولازال حتى الآن طبعا عندهم يعني الأداءات الطقسية بتاعتهم اللي هي بعيد عن هنا لحد ما يعني في شكل يعني في مسرح بدرجة ما أو في إعداد يعني كده. طبعا الفرقة سافرت بلاد كتير، راحت يعني أستراليا ونيوزيلندا ولفت في أوروبا وعملت سي دي محترم ممكن تبصوا عليه وانتوا خارجين، وعملت تغطية مهمة جدا في الإعلام والميديا بشكل عام. وفي نفس الوقت لما السودانيين جم وعملوا الزار السوداني قابلوا المصريين اللي بيعملوا الزار المصري، فهنشوف برضو زار مصري معنا. وبعد كده في السمسمية الخماسي بتاعة السودان، يعني سهرة إن شاء الله تعجبكم. عايزين نرحب مع بعض بفرقة الرانجو. I have
مصر في دول كتير جدا، وفرقة الطنبورة البورسعيدية وفرقة الجيرك البدوية وفرقة نوبا نور وفرقة كتير جدا في مركز المصطبة وفرقة الشعبي، فرقة الرانجو على البنجوز ياسر، جامع عبد الرسول، ايوه عم عوا، حتى زوزو، ممدوح وهب، ذا كينج اوف كيريا، خليل جاكسون، حسام بيكا، ملك الرانجو، ذا كينج اوف رانجو، حسن برجمون.